دلوقتي بقى هبدا اقول ايه هنشتغل فيه. رز هنقدم ايه جنب البطه الحلوه دي؟ عايزين نعمل رز بالخلطه. رز مقاديره كالاتي. طبعا هقول لحضراتكم عندي ايه. عندي رز بسمتي ذهبي، ممكن نستخدم فيه الرز المصري، مفيش مشكله اللي يعجب حضراتكم، بس هو يعني الرز البسمتي الذهبي دايما بيقدموه في المطاعم، عشان بس هيجي لي كومنت يقول لي طب ما احنا عايزين نعمله بالبسمتي، ليه ما عملناهوش بالبسمتي؟ طيب عندي لو في كبد وقوانص موجوده عند حضرتك هنعملها، واقول لكم برده الطريقه ازاي علشان لو حابين تعملوه كده او من غير. بصله مفرومه، 3 فصوص من الثوم المفرومين، معلقتين كبار من الزبده، معلقه كبيره او صغيره من صلصه الطماطم، لتر مرق، 3 معالق كبار من السكر، معلقتين صغيرين من القرفه، ربع معلقه صغيره من القرنفل، ربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون، جوز الطيب، 7 بهارات، ملح، وطبعا فصوص المستكه عشان زفاره الكبد، وزبيب، لوز، فستق، المكسرات اللي حابين تقدموها او لو مش حابين خالص زي ما تحبوا. طيب تعالوا بس نتكلم كده واحنا شغالين. انا هشتغل بزيت نباتي من الزيوت الراقيه جدا. الزيت ده زيت نباتي ما يقلش عن اسماء كبيره جدا في السوق. زيت مليان زيت نباتي. اي زيت في الدنيا بنفرق بين الانواع وبعضها بنسبه الاولين اللي بتبقى موجوده جوه الزيت، بتتراوح من 10% اللي فيه ما فوق، في ناس بتوصل ل 30% او 20% على حسب الانواع، وده عشان كده بنشوف البريوريتي او النقاء، نسبه النقاء في الزيت، وكمان ما يبقاش ليه ريحه ازاي. مليان معانا، حاطط مكان ال 10% الاولين عباد، فهو زيت الصويا مع العباد، فخلينا بقى نستخدمه النهارده كزيت نباتي. عايز حضراتكم تجربوه، اسعاره رائعه، موجود في السوبر ماركت، وكمان بديل للاصناف او للماركات. وبشكر كل شركه في مصر حابه انها تطور من نفسها وتبقى دايما التطوير في الكواليتي انه يبقى اعلى، فدي حاجه يعني انا بشكر عليها كل حد بيشتغل على منتج حابب ان هو يوصل بيه للناس. طيب هنغسل كده البصل، هنشوح البصل. اول حاجه مع البصل لازم احطها رشه ملح وفلفل، بحب اطعم قوي البصل عشان ما يعملش كده ريحه معينه في اثناء التحمير، وكمان الملح بيخلي البصل يساعد في نزول الميه بتاعته. خلينا نقلب كده تقليبه حلوه، وهننزل كمان الثوم المفروم. بسم الله، معلقه صغيره، هنقلب. ومعانا تليفون، معانا ام اسلام. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي، اهلا، اتفضلي. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. انا مش قادره اقول لك يعني مدى سعادتي قد ايه. الله يخليك. يعني انا قلبي حاسس يا حبيبتي، بقول لك مليون مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. انا عارفه ان انتوا اهلاويه متشددين على فكره. انا وابني طبعا. اهلاويه طبعا. تحيه ليكوا جدا، تحيه ليكوا جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وكل سنه وانتم طيبين. كلها مليون مبروك يا حبيبه قلبي. الله يبارك فيك يعني يا حبيبتي. انا مش قادره اقول لك مدى سعادتي قد ايه النهارده حبيبتي. وطبعا كل احبابك اكيد طبعا، كل اللي يشوفوك لازم يكلموكي، لانك انت مش قادره اقول لك بالنسبه لنا ايه. الله يخليك يعني حبيبتي، قيمه وقامه بجد عظيمه حبيبتي. يعني منوره الدنيا كلها. الله يخليك قد ايه منور بوجودك وبعدين معلوماتك والله حلوه جدا. انا باخد منك المعلومه يعني صادقه قوي يعني لما تتكلمي عن زيت بيبقى حلو، بتتكلمي عن سمنه لو مهدرجه بتقولي، لو مش مهدرجه بتقولي حبيب. يعني مش بتخبي اي حاجه خالص، ومعلوماتك صادقه حلوه قوي. الحمد لله، ربنا يبارك لك. وانا استعملت الزيت ده حلوه قوي. اشكرك قوي. اشكرك اشكرك والله جميل جميل بجد. اشكرك حبيبتي، تسلمي ايدك على كل حاجه حبيبه قلبي، ونورتي الدنيا كلها. وكل سنه وانت طيبه. الله يخليكي وانت بصحه وسلامه. كل سنه وانت طيبين يا حبيبتي. حبيبتي وانت طيبه بالصحه والسلامه يا رب. مستنيين بقى كل مواصفاتك الجميله. حاضر، بس كده عيوني ليكوا ان شاء الله. تسلم عينك. تسلمي. يا حبيبه قلبي، تسلم عينيك. اشكرك على اتصالك حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. اتفضلي فندم، حفظ الله. طبعا يعني اكيد اللي عارفيني عارفين انا كنت يعني بروجرام ببقى سعيده بيه، يمكن اول ما نزلت كانت الناس كلها مش مصدقه ان ممكن دي هتطلع منها تعمل ايه، دي اكل يعني هتعمل لنا ايه، مش فاهمين، بس الحمد لله.
فليا اكيد يعني شريحه لا باس بيها من المعجبين ومن الناس اللي محبه ليا في الله، فببقى سعيده بسماع صوتهم. ميرسي انهم يعني متابعين للاهلي، دي حاجه تسعدني. يعني طبعا لازم اوجه طبعا شكر لكل الناس الموجوده في اداره قناه الاهلي وقائمين على قناه الاهلي بشكل خاص. اسمحوا لي اقول لكم في الكواليس كمان، اشكر الاول في البدايه طبعا كابتن اسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركه لايف، واشكر استاذ ايهاب الخطيب طبعا رئيس قناه الاهلي، لانه الناس دي بجد لو تعرفوا يعني قد ايه كانوا مرحبين، قد ايه منتهى الاهتمام بتفاصيل، منتهى الاهتمام من اصغر حاجه لاكبر حاجه انها تطلع بشكل لائق، انه قد ايه حرصهم على جمهور الاهلي لما هيكون شايف البرنامج ده، يا ترى هو هيبقى مرحب بيه ولا مش هيبقى مرحب بيه. القصه دي الحقيقه انا احترمتها جدا، وارجو ان انا اكون ضيفه موجوده في ضمن يعني الفريق وفي القناه يرحب بيها من قبل جمهور قناه الاهلي. وطبعا تحيه لحضراتكم كل مشاهدينا الكرام في كل مكان، الاهلاويه سواء في مصر او خارج مصر في جميع الدول. طيب انا دلوقتي حطيت كل البصل، الثوم، حطيت كل التوابل. ليه بحط التوابل وبشوحها؟ خلوا بالكم تشويحه التوابل دي بتطلع النكهات. انا قاعده مستمتعه بالريحه، الريحه طالعه تجنن، القرنفل والقرفه والبهارات. حطيت الزبيب في الاول، في مدرستين بتقول ان الزبيب ده ممكن ان احنا ننقعه في ميه وبعدين بنحمره في الاخر. انا ضد ان انا احمر اصلا مكسرات، مكسرات فيها نسبه زيوت طبيعيه من عند ربنا، انا يا دوب بحمصها تطلع زي حضراتكم شايفينها كده، فاستفيد بالزيوت الطبيعيه بتاعتها من غير ما احمصها بزيت وماده دهنيه. طيب التوابل لما بتتحمص بتبقى بتطلع طبعا الزيوت اللي فيها، بتبقى ريحتها قويه جدا مستمتعه بيها، بس الواحد صايم مش عارف يقول حاجه. خليني الاول انزل الكبد والحاجات الحلوه دي لانها هيبقى ليها شويه تسويه. هقلب بقى الكلام الجميل ده الاول كده، وطبعا احنا بنغسلها كويس جدا، هنشوح تشويحه حلوه قوي. اوكي بصوا كده هنقلب تقليبه حلوه جميله، هناخد بس بعد اذن حضراتكم رشه تاني من الملح والفلفل عشان ننكه الايه اللي احنا حطيناه دلوقتي. خلاص اي مكون بيتضاف لازم نرجع نعيد التتبيل من تاني ونتاكد عليه. طيب معلش هنحط عصره نقطه لطيفه كده من الليمون، وهحط نقطه بسيطه جدا جدا من الخل. انا حاطه مستكه، تقدروا تستعيدوا عن ده بالمستكه، يعني فصين المستكه دول لما بنشوح فيهم مع البصل والثوم بتشيل الزفاره لو انتوا شاكين ان لسه في زفاره، بتفرق جدا. هنشوح بقى تشويحه حلوه كده. انا عشان طبعا هنا في الكبد بتستوي على طول، لكن في شويه قوانص، فانا لازم احط شويه مرق واسيبها تاخد شويه غلوتين مع بعض بصوت كده، فتبدا تدخل في التسويه. بمجرد ما تدخل في التسويه عندي بسخن الكتل جنبي، سواء انا هسقي بمرق، يبقى المرق لازم يبقى سخن جدا بشكل قوي علشان انا هضيف الرز، ما ينفعش نحط على الرز اي ميه بارده. طيب هنتفق عن الرز البسمتي، كل معلقه من الرز كل كوبايه من الرز البسمتي الجافه اللي مش مغسول زي ده، وده طبعا يرجع لجوده نوع الرز. هناخد كوبايه ونص ميه مغليه او مرق مغلي. طب لو انا نقعته او يعني شطفته وبليته يبقى هستخدم كوبايه وربع، لو انا نقعته فتره طويله هيبقى كوبايه الكوبايه، لانه هيبقى اخد في النقع فتره طويله فالرزايه اتفتحت وبدات تبقى كويس. انا هسيب دول كده ياخدوا غلوه مع بعض. طبعا حطينا القرنفل، باقي لي بس رشه جوز الطيب عشان ايه ندعم الروائح الرائعه اللي طالعه كده. ببص على الناس في الاستوديو مركزين جامد، ولسه ما فيش جول دلوقتي، لسه احنا بنحاول بنباصي دلوقتي. طيب يلا بينا. انا طبعا هستسمح حضراتكم كده بصفاره الحكم انطلقت لانتهاء الشوط الثاني. هنخرج لاستراحه، هنرجع بعد الاستراحه نبدا في الاكسترا تايم. مستنيكم. اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، وهنبدا دلوقتي في الاكسترا تايم. يلا بينا نشوف عملنا ايه في الرز. انا دلوقتي زي ما كنت مع حضراتكم حطينا التوابل. بصوا بقى التوابل لما بتتحمص بتطلع ريحتها، اللون كمان بيفرق ازاي. انا حطيت
معلقه واحده سكر مع البصل وال وكل التوابل. وطبعا بعد ما خلصت الميه بتاعه الكبد والقوانص بسم الله هضيف الميه. بصوا بتغلي ليه؟ علشان ما ينفعش احط ميه ساقعه والا الرزه تقف تسويتها. لو وقفت تسويتها الرز هيبقى كانه رز محصون مش حلو. بصوا شايفين بيغلي ازاي وشايفين الكتل كتل اهلي اهلي يعني اهلي صميم. طيب بصوا بقى كده هنقلب تقليبه حلوه. طبعا انا في الوقت ده هروح مهديه النار، ما ينفعش اسيبها عاليه، وانسى ان انا لقيت خلاص البابلز كده دايسه هنا ومقلله الحراره. وهقلب بس تقليبه كده انزل كل الحاجات الايه اللي هنا. بصوا حضراتكم وطبعا الكبد والحاجات دي هتطلع على الوش دلوقتي. طيب تعالوا بقى نغطي كده ونبدا.